السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمكنت عناصر الشرطة المكلفة بتأمين محطة القطار والتابعة لمنطقة أمن بني مكدة بمدينة طنجة زوال يوم أمس السبت 30 أبريل من توقيف سيدة تبلغ من العمر 33 سنة للاشتباه في تورطها في ترويج وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية. هذا وقد جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى محطة القطار بمدينة طنجة، وهي في حالة تلبس بحيازة 370 قرص طبي مخدر، فضلا عن حجز هواتف نقالة ومبلغ مالي مهم. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارات البحث التي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.